النهارده بنمتحن حديث. امتحان النهارده كان جميل يعني غير اي امتحانات تانية بتاع الاسابيع اللي فاتت. الاسابيع اللي فاتت كان جايه امتحانات مواد الشرعيه كانت تقيله شويه عن الفقه، جايه تقيل شويه مش زي اي السنوات اللي فاتت. حلينا السنوات اللي فاتت كلها وبرده لسه صعب. وبعد كده بقى امتحانات المواد العلميه، الجبر والهندسه الفراغيه بالذات كان جاي تقيل شويه. جم امتحان التفاضل، امتحان التفاضل كان سهل شويه، اما لغوا الامتحان، سربوا الامتحان فلغوه. هي صعبه بس شويه وبس، والمراقبين يعني الناس اللي جايه من البدرشين والناس دي هي نصهم صعبين ونصهم مش صعبين، والامن زي ما حضرتك شايفه كده واقف اعوذ بالله يعني. انا ثالثه ثانوي ازهر. انا هتكلم الاول عن امتحان الجبر. امتحان الجبر كان غير الامتحانات السابقه اللي احنا حليناها في اي وقت، يعني الامتحانات كلها بتيجي صعبه جدا. وامتحان النهارده كان سهل بس كان كبير. يعني المواد اللي هي المواد الشرعيه دي غالبا ان هي يعني المفروض بتتقفل، بس دلوقتي بس في الامتحانات اللي بتيجي دي بتبقى امتحانات طويله وبنخلص على اخر الوقت بالظبط، فغير اي امتحانات سابقه يعني في اي ماده بتيجي غير المتوقع دايما. يعني امتحان النهارده كان سهل جدا بس احنا مش مذاكرين. الامتحانات مليانه مش اكتر، بس ما فيش اسئله بره المنهج او يعني ما فيش حاجه، يعني هي امتحانات عاديه. بس امتحان الحديث حد ما جاي كويس، بس الامتحانات اللي فاتت دي كانت جايه صعبه. يعني امتحان الجبر والهندسه الفراغيه اصلا الوقت ما كملش في الهندسه الفراغيه، يعني احنا خلصنا الجبر، الهندسه الفراغيه ما كملتش. في الفقه كان جاي طويل برضه، وكانت الاسئله والله حتى الموجهين قالوا لنا دي اسئله رابعه كليه اصول، دي مش ثالثه ثانوي خالص، هم بيعجزوا الاثر مش عارف ليه. امتحان هذا كان كويس يعني من اول الامتحانات اللي امتحانها كويسه يعني، بس يعني هو اول امتحان يجي سهل بخلاف الامتحانات كلها. الامتحانات كلها صعبه جدا يعني حاليا الامتحانات القديمه كلها امتحان جاي بطريقه مختلفه خالص. يعني حاسس ان مش عايزين يطلعوا حد كليه مش عارف ليه. السنه دي يمكن عشان مثلا الكليه فيها عدد، يعني في عدد كبير السنه دي عشان كلهم ما تخش الترم الاول، وهم مش عايزين يطلعوا عدد كبير يخش الكليات ديت. مثلا الطب ما في طلبه مش ما طلعوش ما تخرجوش، مش عايزين يجيبوا طالب تاني يدخلوهم كليه. في ناس نجح بس مش بالمقياس بتاع كل سنه، المقياس هيكون قليل قوي السنه دي. امتحانات بصراحه السنه دي لا بتاع الازهر كمان، وامتحان التربيه والتعليم جاي سهل، امتحان الازهر السنه دي مخصوص جاي صعب. عملوا تفرقه بصراحه غير عاديه، خلوا الازهر صعبه ليه مش عارفين بصراحه. مش عارف بصراحه، هما بيقولوا عايزين مش عايزين حد يطلعوا جامعه الازهر، كله عايز يخش جامعه خاصه. انا اكيد باين اول مخطط ضد شباب الازهر ان هما طبعا مش عايزين ازهر في البلد، ده شيء معروف يعني، وفي نفس الوقت شيء معروف ومرفوض يعني. لا خالص، اللي انا حسيته ان هما مش عايزين يطلعوا عدد كبير في قلب الاولاد كلها. اصل ثقت حتى انا ليا زمايلي اللي كانت الدفعه اللي قبليه كلها ما دخلتش الترم الاول بسبب الضرب، كانوا خايفين.